وكان مصدر سعودي مسؤول صرح بان المملكه العربيه السعوديه تؤكد رفضها التام لاي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصاديه او استخدام الضغوط السياسيه او ترديد الاتهامات الزائفه التي لن تنال من المملكه ومواقفها الراسخه ومكانتها العربيه والاسلاميه والدوليه ومال هذه المساعي الواهنه كسابقاتها هي الزوال وستظل المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط كما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر وأن الاقتصاد المملكة دور مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي وتقدر المملكه وقفه الاشقاء في وجه حمله الادعاءات والمزاعم الباطله كما تثمن اصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمه والتروي والبحث عن الحقيقه بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق اهداف واجندات لا علاقه لها بالبحث عن الحقيقه